بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم الثاني رحمه الله، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.